حبايبي انا والاولاد طالعين وراح نجيب هديه وكيك نفاجئ وعد بيوم الاب. وارسلاني شنو اشترى البابا؟ اها وشنو اشتريت لروحك؟ قال لي بدي البس انا وبابا نفس الشيء. ويزن شنو قررت تشتري؟ اجينا هنا نختار اكياس للهدايا. شنو لقيت يزن؟ ليش اشتريتها؟ بابا يقعد برا وايد. اوكي. وهسه وصلنا للكيك والاولاد قالوا لان بابا يحب التشيز كيك راح يشتروه. اوكي يزن يريد هذا التشيز كيك وايان هذا، شنو نختار؟ وانت تريد هاي؟ احنا نشتريها لبابا مو الك. وصلنا للبيت، خلينا الهدايا بالكياسة، جبنا بالون، ليتس جو. جينا خلينا الغراض هنا، طبعا عندنا هنا ايلاني بس يريد ياكل الكيكة. يلا. هابي فاذر داي! جبنا لك هدايا الفاذر داي! هاي لا والله قال يريد يشتري لك نفس الشيء. لا والله شنو رقمها هذا؟ حبيته؟ يا مريح مريح. اريد اجيب لك الاكبر، قال لي ايان لا بابا يزن، قال لي لا بابا وير ذس سايز 41 انا. يا ماكو مشكله. اوكي وهاي شوف هدية ايان، شوف هدية ايان. كالفين كلاين. لا يزن والله يزن قال بابا يقعد برا نشتري له هذه. وانا جبت لك يور فيفرت كوكي. اه ثانك يو. وجبنا لك التشيز كيك. شكرا يا اجمل اب بالعالم. جوعان؟ جبنا لك اكل. يلا يلا جبنا اكل واجينا.